وأن هناك من يتكلم باسم العلم وهو يدعو إلى ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. وقد حضرت خطبا في بلدان كثيرة وسمعت من أولئك الخطباء العجب العجاب، يحسنون البدع ويقبحون السنة والعياذ بالله. فيجب على من أنار الله بصيرته بهذا العلم أن يسعى في إيصاله إلى الناس. واليوم تستطيع أن تدعو أهلك وأنت في المدينة وأنت في مكة وأنت في بلادنا هنا بوسائل التواصل الجديدة، تستطيع أن تقيم محاضرة وأن تنشر مقطعا وأن تلقي كلمة قصيرة. فلا أقول لك يا طالب المنحة انتظر حتى ترجع إلى البلاد، بل أقول لك ابدأ من الآن وانشر الخير وأرسله إلى أهلك. أرسل مقاطع العلماء وسجل لهم بلغتهم إن لم تكن لغتهم العربية كلاما تترجم فيه بعض كلام العلماء، تنشر فيه الخير. يا أهل السنة إنكم كالغيث للأرض الجدباء، فإياكم والتقاعس، إياكم والتقاعس، إياكم والتقاعس، والله إنكم لمسؤولون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمقدار ما تستطيعون. فالله الله في نشر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا طلاب العلم علموا وانشروا بقدر ما تعلمتم، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.